والتعلية وصور الأقمار الصناعية، ما هو المشهد للراهن؟ زي ما ذكرنا قبل كده من الإنشاءات الهندسية، وقلنا إن في بطء في إنجاز الإنشاءات الهندسية في السد، وتوقعنا إن التخزين الثاني لا يكون كاملا بناء على اللي كنا شايفينه من الإنشاءات الهندسية. يمكن حضرتك في الصورة اللي أمامنا دلوقتي الممر الأوسط يعني كان دائما ما لهوش الانجاز في الخرسانه. ايوه يا فندم. بالفعل ظهر وزير المياه الاثيوبي امس وفي احد المؤتمرات في جامعه من الجامعات الاثيوبيه، وذكر ان التخزين الثاني سوف يتم الى منسوب 573 متر. هذا المنسوب مختلف عن اللي المفروض كان يتم التخزين الثاني عليه، وهو 595. وبالتالي ال 595 زي ممكن في الصوره، لو حضراتكم ثبتوها بس ثواني، في الصوره هنا عند الخط الاحمر اللي بالعرض ده تم صب 4 متر الايام الماضيه، وكان المفروض ان هذا الجزء يكمل بيبقى مساوي للجانب الايمن والايسر. ايوه فهمت. في الحاله دي يبقى منسوب 595، ولكن ما حدث انه قال انه سوف يتم شيلوا الاسترابة لو سمحتوا، شيلوا الاسترابة يا جماعة. أخرى. سوف يتم التعلية بأربعة متر أخرى اللي هي بالخط الأزرق، ويبقى ده النهاية للتعلية هذا الموسم، وبالتالي يبقى ده منسوب 573. هذا المنسوب يخزن 9 مليار متر مكعب إجمالي، في منهم 5 مليار من العام الماضي، ويبقى هذا الموسم سوف يتم تخزين 4 مليار فقط بالإضافة إلى الخمسة. ده مختلف طبعا عن اللي كان المتوقع قبل كده او المخطط ليه، ان يتم تخزين 18.5 مليار متر مكعب. فده والى الان البحيره اللي شايفينها حاليا ما زالت 5 مليار متر مكعب كما هي، ومتوقع انها تزيد في اول يوليو، وبالتالي يبقى بدايه التخزين الثاني اول يوليو، وهنا بس الكميه النهائيه هتبقى 4 مليار بدل من 13. انا المشاهد يفهم من الكلام ده ايه يا دكتور عباس؟ يعني المشاهد يفهم ايه؟ ان مفيش ان الانجازات في سد النهضه يعني ضعيفه، ولكن احنا بالنسبه لنا سواء يخزن 4 مليار او يخزن 13 مليار ليست هذه القضيه. احنا مشكلتنا مع اثيوبيا الان هو الاتفاق على التخزين ايا كان الرقم، واحنا موافقين على تخزين 13.5 مليار بس بناء على اتفاق، ولا نوافق على تخزين مليار واحد بدون اتفاق. يعني اذا ما زالت المشكله موجوده، وهي التخزين بدون اتفاق حتى لو كان 4 مليار. فاذا تخفيض التخزين لن يحل المشكله، ما زالت المشكله، ومصر والسودان يرفضوا اي تخزين حتى لو كان مليار متر. كده الصوره وضحت بالنسبه لنا، وهنتابع مع حضرتك واشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بتفيدنا بالفعل يعني، وبتخلينا ابديتنج متابعين المساله بشكل لحظي. بشكرك شكرا جزيلا البروفيسور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه. معايا ايضا على التليفون الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. سياده الفريق اهلا وسهلا وكل سنه وانت طيب بمناسبه اعاده افتتاح قناه السويس في مثل هذا اليوم سنه 1975 يا فندم. طيب يا فندم بخير والمصريين كلهم بخير يا رب ان شاء الله. ذكرياتك يا فندم وماذا حدث؟ كنت من شويه بتكلم يا سياده الفريق بقول ان المسافه الزمن عشان نعرف حجم الانجاز اللي عمله المصريين واللي عملته مصر من 5 يونيو 67 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نداء لأهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.